على اليمين ولا على اليسار؟ خلينا نشوف على اليسار. اعطينا واحدة ثانية. عادي دي. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بآخر ظهور للأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم الأمير النائم، والذي كان قد دخل في غيبوبة مستمرة منذ 17 عاما، ليتفاعل معه النشطاء بشكل واسع وليتصدر اسمها الترند في المملكة. هذا ونشرت الأميرة ريما بن طلال صورتين للأمير النائم على صفحتها الرسمية في تويتر، حيث علقت قائلة: ربي يحفظكم، دون تقديم المزيد من المعلومات عن الحالة الصحية للأمير أو إن كان هناك أي تطورات. وعلى أثر ذلك انهالت التعليقات من قبل النشطاء على مواقع التواصل الذين سارعوا بالدعاء له بالشفاء متمنين له الصحة والعافية. ولعل من أبرز هذه التعليقات كانت تلك التي قالت: ليشفي الله ويعافي الأمير النائم، وليقول آخر: يا رب تشفيه وتعافيه ويستيقظ من غيبوبته ويفرح أهله. وفي السياق، كان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة مستمرة منذ 17 عاما، وليطلق عليه لقب الأمير النائم بحسب CNN. واختلفت التشخيصات الطبية لحالته، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه، لكنه بقي في غيبوبة. هذا ويصر الأمير خالد بن طلال على أبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملاً في أن يشفى، وكان قد علق على هذا الأمر قائلاً: إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره، مشيراً إلى أن من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه. هذا وقد سبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، حيث كانت الأميرة ريما بن طلال أخت الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال سبق ونشرت مقطع فيديو لتحريك الأمير رأسه من الجهة اليمنى إلى اليسرى، قائلة في تعليق عام 2019: الحافظ القادر الرحمن الرحيم الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يا رب لك الحمد والشكر، وذلك بحسب ما ذكر موقع CNN.